الرحيم. طبعا تكلمنا عن حال صدر للحاج حيدر لفتوم في منطقة جرش سوف. تواصلوا معنا ومن الآن نجول عطل مضاد. طبعا ابنه حيدر محمد. شو اللي صار مع أبوه؟ والله الحاج كان موجود بالبستان لحاله، ما فيش حدا معهم، ولدغت الحية وحكى معي تليفون بقول أنا لدغت الحية وبدأ أروح على المستشفى. فمباشرة إحنا متابعين الصفحة تبعت الجمعية وتواصلنا مع الشباب وما قصروش، فزعونا وجابوا لنا المضاد. الله يجزاهم الخير. We'll be right back.